اخويا شنو نقول لك، اللي خلاني نجي لهذا الرباط باش نبقى هكا نعيش هذه الحاله هو انني كنقلب على خدمه هذه المده شهور دابا تقريبا هي اللي كاينه، يعني ضربتها مجبده انا في الرباط دوز هذه شي سيمانه ودوز يعني ما خليت حتى مدينه تقريبا. كنعيش هذه الحاله هكا نيت، اللي مشيت عنده كنبغي نخدم فاش ما كيطلبوا مني يعني الرشوه باش نخدم في الفوارم ونخدم في البني. لحد الان مازال هكا كنعاني، راك شتي دابا الحاله هكا، يعني كنفرش مانطا ونتغطى بالكارطون، خطره كارطون تغطى بالمانطا، يعني راك شتي هادشي كلشي شتي كل يعني هادشي كيفاش دايره الحاله. والمطلوب اخويا بغينا غير نخدمو فهمتي، راه تقهرت انا بعدا اقسم بالله الا تقهرت، يعني باش توصل بيك لدرجه انك تبغي تخدم على راسك راه تابعني مسؤوليه، يعني عندي الوالده هنا عايشه غير في العربيه الدار ديال التراب، عندي خصني نخدم نعاونها، راه ما كاينش دابا راه تما الناس قسما بالله الا الناس اللي كتعطيها ما تاكل، يعني باش توصل بيك لهاد الدرجه راه ما كنطلبوا والو، بغينا غير نخدمو لو اللي كان. واش انت الانسان ما عندكش حتى تما تاكل؟ البارح قيال من 7 الصباح اقسم بالله ما واكل الا كارطون هاد الحليب وخبزه، معاش مع 9 الليل قيال كندور هنا، الصنداله هي تكلات لي كامله، رجلينا طفيهم الكزيمة كثرش ما كندور نقلب على خدمه. والوالده لحد الان راه مازال ما عارفه والو، علاش ما كنبغيش السيده 63 سنه في اللاج ديالها، نقدر نقول لها هذا الشيء هذا راه صافي مريضه بالقلب تقدر تموت تقدر، وكنقول لها راه بخير راه بخير دابا نخدم ونصيفط لك دابا ندير دابا ندير، وجالس وصابر وكنقول دابا يفاجئها الله. ولكن لحد الان انت كتشوف راه مازال المعاناه غدا هكا، شي خدمه ما كايناش وما كاين والو، يعني ما نكذبش عليك تقهرت بمعنى الكلمه، يعني وليت كنشوف الحل الوحيد ما عرفتش شنو هو الحل، ما عرفتش يعني دابا الشهور دابا مجبده خلاص، رمضان دوزته في الصحراء شهر قبل رمضان وانا مشرد تما، رمضان كذلك دوزته تما غير الزنقه، خطره يعطيك هذا يجيب لك الفطور، خطره تسحر خطره ما تسحرش، خطره تاكل خطره ما تاكلش، ورغم ذلك وكتقيل الدور وانت صايم، يعني شهرين وانا مشرد تما تما لقيت والو، جيت اوتو ستوب من تما حتى لهنا، يعني دوك الناس راه عارفين شنو كاين وكنشكرهم من هذا المنبر، دوك الناس اللي كانوا كيجيبوا لنا الفطور ويعاملونا مزيان، ويعني كيجيبوا لك هذا يجيب لك مانطا، هذا يجيب لك فطور، هذا يجيب لك هذه، يعني وغدا الامور هنا خلاص جيت من تما لهنا للرباط، من هنا دزت للقنيطره سمعت واحد السيد قال لي كاينه الخدمه كاينه في الكابلاج كاين، دزت ما كاين والو لحد الان مازال ما كاين والو، وصلت لتما للقنيطره درت وقلبت وكبت حدا الكوميساريه، يعني راه كاين شي وحدين يكونوا عارفين هذا الشيء، تواصلت حطيت واحد المنشور في الفيسبوك قال لي واحد السيد واش جيت تخدم معنا في واحد الشركه في الرباط، حكا راه كيطلبوا اجي غدا لحد 2 غد الصباح خدام، قال لي انا نوقف معاك انا ندير، واضطريت انني نبيع بياسه حيدتها على لحمي وبعتها باش جيت لهنا. تخيل وصلت للباب شاله، نزلت في الكرون طاكسي في الباب شاله، في باب شاله تواصلت معاه في الواتساب، دخلت رغبت واحد مول القهوه قلت له الله يجازيك بخير انا بغيت نشارجي التليفون عندي واحد الموعد دابا وارجع راه ما عنديش، قلت له غير نشوف واحد السيد يعني حكيت له لافير، قال لي صافي. تواصلت مع السيد قال لي صافي، قال لي سيني تما شد قهوه على حسابي انا جاي عندك دابا غنجيبك غتسكن معايا وغتخدم وغدير وغدير. انا كنت رددت فرحت قلت صافي الحمد لله ربي فاجاها، من بعد هو سهل علي الله غنخدم وغندير وغنعاون الوالده والعيد قرب والمسائل. دوزت نص ساعه صيفط له لقيتو بلوكاني في الواتساب، بلوكاني في النمره، بلوكاني في الفيس، والو. من تما صافي هزيت ساكي عرفت ما كاين والو، هزيت ساكي جيت لهنا للقمران كان باش قدام المحطه، تما كنقيل عاود ندور نقلب نحط السيفيات، بقاو لي شي 15 سيفي جبتهم معايا من القنيطره حطيتهم هنا. صافي من بعد وليت كندور كنسول غير في القهاوي البني صافي، يعني السيفيات تقضاو ليا وكنجي نبات هنا بالليل. هنا خلاص ما نكذبش عليك هنا غير ما عرفتش كيفاش حتى ما متناش بالجوع والبرد وصافي، ربي ورضات الوالدين وصافي، يعني شويه صعيبه القضيه. الطلب ديالي اخويا هو انا ما باغي والو، يعني باغي نخدم
غير شي خدمه نخدم على راسي، باغي نخدم، باغي حتى انا نكون المستقبل ديالي، باغي نعاون دوك الوالد، ديك الوالده اللي عندي كتساينني دابا باش العيد قرب، راه كتساين نصيفط لها باش تشري العيد، باش دير، باش دير، يعني باغي غير نخدم على الاقل بعدا غير هاد الفتره هادي، بعدا غير نجمعوا غير باش نعيدوا حتى حنا ونعيدوا نديروا هذا هو اللي كاين، ما بغيت والو من غير انني نخدم شي خدمه كيما كان نوعها. انا ما غنتشرط وما غندير والو كيما كان، هي البني نسرح حتى القوات ما عنديش المشكل، هذا هو اللي كاين. الوالده تواصلت مع والبارح هي اتصلت بيا قالت لي راه اختك مريضه وحوس صح، يعني هبطوها حتى لفاس المركب ما لقات باش داويها، قسما بالله غير الناس تما سخر الله عندها الراميد بعدا نقصوا عليها التحاليل وداكشي، الادويه مازال ما شريتهمش لدابا، عندي التصوير هي عندي في التليفون الا بغيتي نوريك ما عنديش مشكل. يعني كتشوف ملي كتشوف يعني ما حيرتك تفكر في راسك وفي الحاله اللي انت فيها، ما حيرتك تفكر فيهم هما لهيه شويه صعيبه، واي واحد بلاصتي راه غادي ماشي غير ينفجر، ماشي غير راه غير ربي ورضات الوالدين وسط الله كنصلي وكندعوا اللهم هذا الشيء اللي خلاني نبقى صابر هكا وصافي، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يسر الامور ويفاجئها على كل مهموم. راه خويا ما نكذبش عليك اقسم بالله الا كاين شباب كتضيع عندها طموح عندها ديبلومات عندها باغا تخدم وما كاين والو، يعني ما كاينش. واحد السيده في مراكش هادي عندها شي 5 ديبلومات وراتهم لي، مسكينه والو راه كتبات حدانا في الزنقه هكا حتى هي كتقول لك شنو غندير ما عندي حتى حل، ونمشي ننتحر بالديبلومات ديالها وعندها الاجازه في القانون العام وزيد 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 وزيد، يعني ما كاينش. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يسر الامور وصافي، هذا هو اللي كاين. والله يفاجئ على كل مهموم، ونصيحه مني لاي واحد لين الشباب هو الصبر، شي ما حدد هذا الشيء هكا ولو الصبر. طاري شويه عبد الله شنو خويا عندي الكطريا ماني مدوز جنيد الاجباري، عندي عطاوني عندي ديبلوم الكتريسيان اوتو، عندي بيرمي، عندي تجارب في مجال الفنادق كندير ريسبسيون، عندي في مجال المطاعم والمقاهي كندير لا كويزين، كندير النادي البارمان في مجال المقاهي، ولكن للاسف الشديد انت كتشوف المعاناه والو، يعني ما عندك ما دير، يا نوض نضرب الحمين نمشي للحبس ما يمكنش، ما لقيتش انا ما لقيتش عائلتي كتضرب الحباسات وكتدي الناس باش نديرها، اضطريت انني نصبر ودابا يفاجئ الله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي كاين. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.